رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا طبعا، لأننا مهتمين جدا بكل ما يخص الوسط الثقافي، ودايما بنكون حريصين نقدم لكم كل ما هو جديد في عالم الكتب وعالم الكتاب. هنتكلم النهاردة معاكم عن جايزة عالمية، وهي جايزة بوكر للرواية العربية لعام 2023، وبتعتبر جايزة البوكر من أهم الجوائز الأدبية بالنسبة للروائيين. بيفوز بيها أي عمل أدبي واحد من القائمة القصيرة اللي بتقدر تدوم حوالي 6 أعمال أدبية فقط. هنعرف أكتر تفاصيل عن جائزة البوكر من ضيفي البوكتيوبر الأستاذ عمرو المعداوي اللي هينضم لنا عن طريق أبليكيشن زوم. مساء الخير أستاذ عمرو. مساء النور. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. أولا كده حابين نعرف بس المشاهد أو الكل اللي بيتفرجوا علينا، إيه هي جائزة البوكر؟ هي جائزة مخصوصة للرواية العربية، بدأت في عام 2007، كانت أول دورة ليها، وهي بتهتم بالروايات العربية، الروايات اللي موجودة في القائمة القصيرة، والفائز بيتم ترجمتها بعد كده للغات أخرى كالإنجليزية والفرنسية ولغات ثانية. جميل. بعد الإعلان عن القائمة القصيرة لقينا إن في تنوع في اختيارات الروايات والموضوعات المطروحة وقضايا كمان اللي موجودة. الحقيقة إنه أكيد التنوع ده بيدي غنى، أو هو طبعا أكيد كان مقصود ومطلوب. إيه رأيك في التنوع اللي حاصل، وهل ده بيضيف للجائزة أهمية أكتر؟ بالضبط، لأن من أهم المميزات للجوائز خصوصا جائزة عالمية زي دي إن هي بتتيح للقارئ إن هو يتعرف على ثقافات مختلفة وقضايا مختلفة. يعني إحنا مثلا السنة دي في القائمة القصيرة، وهي بتمثل 6 روايات مختلفة من 6 دول، عندنا من ليبيا ومن الجزائر ومن مصر ومن سلطنة عمان والسعودية والعراق، دي الـ6 روايات اللي وصلت في القائمة القصيرة. فإحنا مثلا لو بنتكلم في العراق، فإحنا بنتكلم في فترة الـ70s أو من الـ60s لحد 2018، في تغير المجتمع العراقي في الفترة دي، وكذلك برضو الرواية الليبية بتشوف تغير المجتمع لغاية سنة 2014 ومن الـ70s وتغير الشكل الثقافي. عندنا مثلا رواية سلطنة عمان القافر، هي بتتكلم عن مهنة غريبة شوية، وهي حد بيتقفى اثر الماء في سلطنة عمان وفي القرى القديمه، الناس بيحتاجوه علشان يقول لهم على اماكن الابار وانه يبداوا يحفروا في الحتت دي. مثلا الروايه السعوديه هي روايه يعني غريبه شويه، هي على لسان ملاك الموت، يعني ملاك الموت هو اللي بيحكي القصة، فبرضو دي كانت حاجة جديدة شوية على القارئ العربي. فالتنوع ده وتحديدا هو بيقصد كل سنة ان هو ما يبقاش كل الروايات متجهة في اتجاه واحد او بتتكلم في حقبة زمنية معينة، لا بيكون في تنوع في سواء رواية تاريخية او سواء رواية فانتازيا او رواية واقعية. فالتنوع ده بيكون مقصود فعلا من لجنة التحكيم من الجايز. هل قبل كده كتاباتنا وصلوا ل او كتابنا وصلوا قبل كده للقائمه القصيره، ومين هم، ولما ده بيحصل ده بالنسبه لحضرتك بيمثلك ايه؟ هو يمكن اول دورتين من الجايزه 2007 و2008، 2007 فاز بيها الكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر عن روايته، وال 2008 فاز بها الكاتب الكبير يوسف زيدان. يمكن من ساعتها من 2008 لغايه النهارده دايما بيكون في تواجد مصري سواء في القائمه الطويله او القائمه القصيره. حلو. وده يمكن بيفيدنا ان احنا يعني على طول موجودين في المشهد الثقافي العربي والروائي تحديدا، سواء بالروائيين او الروائيات الكتابات الرائعات اللي عندنا. حلو حلو. واعتقد انه ازهر جرجس كمان وصل للقائمه الطويله قبل كده. بالضبط، في كذا كاتب وصلوا للقائمه الطويله، ازهر جرجس الكاتب العراقي، ميران الطحاوي الكاتبه المصريه وصلت قبل كده بروايتها بروكلين هايت، والكاتبه الليبيه كمان نجوى بن شتوان،
وصلت قبل كده للقائمه القصيره. هو على طول يعني في كذا كاتب خلال السنين اللي فاتت دي كلها بيوصل بشكل متكرر لقوائم طويله وقوائم قصيره، ممكن لا يحالفه الحظ ان هو يكسب في الاخر، بس مجرد الوصول للقائمه سواء قائمه طويله او القصيره ده بيكون مكسب كبير جدا للكاتب وللقراء بشكل عام. يعني ايه بيكون مصير الروايات لما بتوصل للقائمه الطويله استاذ عمرو؟ يعني ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هو نظام الجائزه عباره ان بيتم في شهر يناير دايما كل عام ان احنا بيتم الاعلان عن القائمه الطويله للجائزه، وهي مكونه من 16 روايه. اوكي. بعد كده بعديها بشهر او 40 يوم تقريبا بيتم اعلان القائمه القصيره المكونه من 6 روايات. في 10 بيخرجوا في السباق. يمكن انا كنت لسه بتكلم عندي في القناه عن الموضوع ده. ايه مصير الروايات العشرة دي كل سنه؟ يمكن علشان بس الفارق الزمني ما بين الاعلان عن القائمه الطويله والقصيره بيكون قليل، فالناس مش بتلحق تقرا كل الاعمال في الوقت القصير ده. أيوه. لكن انا اعتقد ان هو مجرد الترشيح بيلقي الضوء على الروايات دي، خصوصا لو كاتب مش مشهور نسبيا او حتى دار نشر جديده بيقول لا ان في حد هنا بيكتب حاجه مختلفه، حاجة يستحق ان القارئ يبص عليها، سواء خصوصا لو ان هي فكرة جديدة او من بلد يعني عمرنا ما قرينا منها، زي مثلا احنا بنتكلم عن سلطنة عمان وليبيا والجزائر، يمكن احنا مش على طول موجود بينا فرصة ان احنا نبص على كل الاعمال دي. مفهوم. أنا بشكر حضرتك أستاذ عمرو على وجودك معانا عن طريق زوم، وبتمنى كل التوفيق أكيد لكل الكتاب اللي مشاركين في جائزة البوكر. ميرسي. شكرا. ميرسي.